بعض دول المنطقة بحالة من الفوضى وموجات التغيير فاجأت الكثيرين، ذلك أن محيكل دولنا بليل وأيدته الشكوك أخيراً أظهرته الوقائع. كانت هذه مقدمات الخطة وفعالية منفذيها على الأرض، أما نتائجها فمزيد من الضحايا والدمار لتفتيت الدول وتحويلها لكنتونات قائمة على أسس دينية وطائفية وعرقية. برنارد لويس المبشر بشرق أوسط جديد قدم رؤيته للمنطقة قبل سنوات وترجمتها تصريحات مسؤولين أمريكيين سابقين. في عهد إدارة أوباما بدأت الفوضى تجد طريقها في منطقتنا. وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون تحدثت في مذكراتها عن علاقتها بحركات التغيير التي شهدها العالم العربي وما نتج عنها من فوضى. On Egypt, you're right. I detail in the book. I had a lot of apprehension about just throwing Mubarak out of office, not knowing what was going to come next, or not helping to prepare a more orderly transition. Actually, we don't have the influence. We are supporting the people of those countries who's asking for justice and dignity. That's influence. Okay, if this is influence, I think this is a healthy influence. هنا يظهر دور قطر في هذه الفوضى التي تريدها. أخذت قطر على عاتقها الترويج لنغمة التغيير وإحداث الفوضى وإسقاط الأنظمة، وفي سبيل ذلك وظفت جوقة الداعين للموت بالمجان. الشعب يريد تغيير هذا الشخص، ونحن نساعد الشعوب المظلومة بصرف النظر عن كانت هي مسيحية، زيدية، مسلمة. الشعب يريد تغيير هذا الشخص. تبنت دولة قطر خط الفوضى من خلال التغيير الهدام، وفي سبيل ذلك أراقت دماء شعوب وأهدرت كرامة دول وأضاعت مستقبل أجيال، متكئة في مخططها للمنطقة على توظيف القوى الناعمة. كما أننا مدعوون إلى تطوير مؤسساتنا التعليمية والبحثية والإعلامية ومصادر قوتنا الناعمة كافة على المستوى الدولي. تمكنت قطر من توظيف عدة عوامل خدمة لتنفيذ المخطط، قد يكون أقواها الفكر، وهو ما أتاحته أكاديمية التغيير التي تعد أحد أبرز القوى الناعمة التي توظفها الدوحة لإثارة الفوضى في منطقتنا. يوسف البن خليل وعبد العزيز مطر شابان بحرينيان ثارت لديهم الكثير من الأسئلة حول ما حصل في البحرين من أحداث في سياق ما عصف بعدد من بلداننا العربية، ووجدا أن الأسئلة الكثيرة قادتهما بالصدفة إلى أكاديمية التغيير. تم تجنيدي لإسقاط النظام في البحرين. تجنيدي تم من قبل أكاديمية التغيير. تم تدريبي في العاصمة النمساوية فيينا في يناير 2012. كانت تجربة بالنسبة لي غريبة وجدا جدا مثيرة جدا مثيرة، لأن كنت أبحث عن مجموعة معلومات وعن مجموعة إجابات لما صار في البحرين في 2011 ولما مرت فيه معظم الدول العربية من تغيير ومحاولات للتغيير، اللي انتهت في النهاية إلى فوضى خلاقة وفوضى مستقرة ما زالت قائمة إلى اليوم. فأول ما حصلنا على أكاديمية التغيير ورحنا فيها أنا والأخ يوسف لطلب العلم، تفاجأنا أن احنا المراد منا أن احنا نسقط النظام في البحرين وأن أكون أحد مدربين أسقاط النظام في مملكة البحرين. منظمة مقرها في النمسا، وعندها عدة مكاتب في القاهرة في الدوحة، وتقوم بتدريب الشباب على صراع اللاعنف وتكتيكات اللاعنف، باختصار شلون انتشعل ثورة وتسوي عملية تغيير سياسي داخل بلدك بكل تفاصيله من الألف إلى الياء. تعتمد أكاديمية التغيير على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ولا تقدم عنواناً ثابتاً أو أرقام اتصال
ويعرض موقعها الإلكتروني ندوات ومحاضرات تحريضية، بالإضافة إلى ألعاب إلكترونية تدعو للعنف والعصيان. تم اختيارنا بصورة احنا كنا نظن انها عشوائية، لكن اول ما وصلنا الى الأكاديمية تبين لنا ان تم اختيارنا لسبب ما. فيوم رحنا وصلنا فيينا اكتشفنا ان الدورة كلها مخصصة لشخصين فقط، انا وعبد العزيز. اللي حيرني في هذه الأكاديمية ان عندهم اضلع في كل مكان، يعني يقول لك سافر انت يا عبد العزيز، روح جنيف بيستقبلونك، بتسكن بلاش، منظمات حقوقية بتقابلك، سينشر موضوعك في هذه الجريدة وهذه الجريدة وهذه الجريدة. بس العملية دفع الرسوم ما تكون في فيينا، تكون في الدوحة عن طريق مصرف قطر الإسلامي. وهي أيضا يثير استغراب من ذيك الفترة، شنو علاقة البنك القطري أو قطر بالأكاديمية؟ ما كنا نعرف شنو الرابط البنك القطري بهذه الأكاديمية، ولكن نعلم أن هذه الأكاديمية تابعة أصلاً لقطر. $500 فقط تأخذها الأكاديمية من المتدرب فقط، فهي تنظر إلى الموضوع أنه عمل رمزي، كان جمعية خيرية، لكن في النهاية أنت ياسر دربك كيف تسقط النظام. تهدف الأكاديمية لنشر أفكار حروب اللاعنف في الدول العربية من خلال التدريب وتوجيه الشعوب لتخريب بلدانها وتقديم دراسات والأبحاث حول الأحداث التي تشهدها هذه البلدان. طرحنا السؤال على القائمين على تدريبنا في الأكاديمية، هل الهدف في النهاية تمكين جماعة سياسية معينة داخل المجتمع، أم ما هو الهدف من عملية التغيير وإحداث شكل من أشكال الخلل وانعدام التوازن في القوى السياسية داخل المجتمع؟ كانت الفكرة تقول أن أنت ما يهم من يوصل إلى السلطة، سواء كانت جماعة معينة، جماعة راديكالية، جماعة معتدلة، أو حتى جماعة كانت مدعومة من قوى خارجية. المهم أن يتم خلخلة نظام القوة داخل الدولة. أول ما وصلنا كانوا يسألوننا هل القتل حلال أم حرام؟ هل السرقة حلال أم حرام؟ فكنا دائما نقول حرام. قال لنا هل في طريقة أن هي تكون حلال؟ طبعا احنا كنا نجاوب بلا. قال لنا بلى، موجود في طرق هذه الأمور تكون حلال، حتى الاغتصاب. الأخطر في الموضوع أن العملية كلها قائمة على الفوضى. مجتمع أي مجتمع في العالم ما ممكن يقوم على الفوضى. المجتمع بحاجة إلى نظام، وفكرة النظام تتعارض تماما مع فكرة الفوضى. كنا دائما نسأل ماذا لو مسكنا؟ قال ما حد بيمسكك، لأن نشاطك جدا طبيعي، وعملكم لو مسك واحد من عندكم بنشعل لك كل العالم معك. بالنسبة لما حدث في البحرين في 2011، بعد ما درسنا في الأكاديمية اكتشفنا كل الأحداث 100% إذا مو بأكثر، كل الأحداث اللي مرت فيها البحرين وقامت بها مجموعة جماعات راديكالية في البلد، كل الخطوات اللي قامت بها خطوات مدروسة، خطوات ممنهجة، خطوات مقصودة، خطوات محددة ومذكورة في كتب اللعنف بالتفصيل. تسوي كثير من الرسمات الخاصة بالعلاقات داخل البحرين، علاقة السنة بالشيعة، علاقة الشيعة بمثلا البرلمان، علاقة السعودية المملكة العربية، طريقة الضغط على السعودية. هذه جدول جدا معقد، لو أنا أسلمه أو أرويك إياه هذا الجدول تتفاجأ أن أنت ما بتفهم شيء. تبحث أكاديمية التغيير عن مصادر قوة الدول المستهدفة للعبث بها وتعزيز مواطن ضعفها وتفكيكها، فتجدها تستهدف الحلقات الأضعف وصولاً للمطامع الكبرى. أكاديمية التغيير المنهج مالها يبتدي دائماً من الحلقات الأصغر. الحلقات الأصغر تحديداً نقصد فيه الدول الأصغر، في النهاية وصولاً إلى الهدف الأكبر اللي هو السعودية. فبالنسبة للأكاديمية ومشروعها في المنطقة، فإحنا نتكلم عن أن في مجموعة دول مستهدفة هي البحرين،
هي الكويت، وعندنا ايضا دوله الامارات، وعارف ان مجموعه اماراتيين في ذاك الوقت تدربوا في الاكاديميه. ففي النهايه هاي الدول كلها تعيش عمليه تغيير سياسي من خلال تكتيكات العنف. في النهايه اللي راح تتاثر الهدف الاكبر هي السعوديه. العلاقه المشتركه بين العائله المالكه والدول الداعمه وطيده، شلون نكسرها؟ عدة أفكار نرجع حق المنهج، وعدة أفكار تلاقيها كثير من المفاهيم، عندنا كثير من الأدوات، عندنا كثير من الاستراتيجيات اللي من خلالها نضعف هذه العلاقة. ممكن تكون مرحلة شوي متقدمة لزعزعة العلاقة الداعمة بين السعودية والبحرين، تشكيل خلية صغيرة، ممكن الخلية دي تروح المنطقة الشرقية وتبتدي تستخدم بعض التكتيكات، مثل كتابة شعارات مناهضة للدعم السعودي في البحرين على الجدران في مناطق مختلفة، بحيث أن الجمهور السعودي أو المواطنين السعوديين يبتدون يتعرضون لمثل هذه الرسائل الإعلامية، ويبتدون يتساءلون، وفيما بعد يتم تشكيل ضغط على الحكومة السعودية. أيضا من ضمن الدور اللي ممكن تقوم بهاي الخلية داخل السعودية أنها تقوم بحرق حاويات القمامة، بحرق بعض الإطارات في الشوارع العامة، بحيث أنه يتم تعطيل مصالح المواطنين السعوديين، وهذا الشيء يدفعهم إلى الضغط على الحكومة السعودية لإعادة النظر في العلاقة الداعمة للبحرين. كانت العلاقة بين قطر والأكاديمية أمرا صادما، يضاف إلى ذلك خط مؤثر في استراتيجية قطر الداعية للتدمير، وهو مشروع النهضة الذي يعتبر المنظرة والمرجع للأكاديمية. مش راح يصير احتجاج هيك، بده يكون احتجاج وفيه ضحايا الاحتجاج. إخوان هيني بقول لكم، مش راح يكون فيه ضحايا. الارتباط القطري بأكاديمية التغيير ارتباط وثيق وارتباط قوي. من الأمور اللي ذكرت لنا أن الأكاديمية إحدى مشاريع النهضة اللي دشن هاي المشروع في قطر، هو الدكتور جاسم سلطان طرح مجموعة مشاريع، ومن بينها مشروع أكاديمية التغيير، أسست في لندن، وبعدين تم نقل مقرها أو مكتبها إلى الدوحة. الدوحة مهتمة بشكل كبير بعملية التغيير في الدول، ولاحظنا خلال ما يسمى بأحداث الربيع العربي أنها تدخلت في كثير من الثورات. عملية التغيير في الدول العربية، في مصر، في تونس، حتى في ليبيا، التغيير اللي تم كله يعتمد على مناهج العنف، وهاي العملية مرتبطة فيها ومتورطة فيها قطر. إذا كنت أنا بتكلم عن الأكاديمية بصورة أدق، طبعا احنا يوم رجعنا عملت كثير من الأبحاث والريسيرش عن موضوع أكاديمية التغيير، اكتشفنا أن مشروع النهضة اللي قام فيه الدكتور جاسم سلطان ذراع بسيط من أكاديمية التغيير. في وثائق ويكيليكس كشف للرسائل المسربة من البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون، وفي الوثائق ما يشير لدور قطر المشبوه في إحداث ما سمي بالربيع العربي عبر أكاديمية التغيير. هشام مرسي طبعا زوج بنت القرضاوي يقول أن احنا نبي نحرر الشعوب. تحررهم من ماذا؟ بيحررونه تعرف من شنو؟ من أنظمتها. إذا أنت بتتحرر من نظام بتوصل إلى شنو؟ إلى فوضى، وهذه ما حصل في جميع الدول العربية، وهذا ما يسعون له في البحرين. دراسات العنف كثيرة، وفي باحثين كثيرين على مستوى العالم، بس اللي نقل هاي الأفكار وهاي المناهج إلى العالم العربي هم مؤسسي أكاديمية التغيير. نتكلم عن هشام مرسي، أحمد عادل، وائل عادل، هاي ثلاثة شباب مصريين قاموا بتعريب مناهج العنف ونشرها في الوطن العربي. هشام مرسي، هذا الاسم تذكره، اسأل هشام مرسي. هم لا يخافون أن يتكلمون عن الأكاديمية، هم ينشرون علم، واللي درسونا كانوا يقولون دائما إحنا ننشر علم، إحنا ما لنا شغل شنو يحصل في البلد، يحترق البلد مو عملنا.
أطلب منكم اليوم أيها الأخوة أن نتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد يحقق الخير ويدفع الشر إن شاء الله. لم يخفي القائمون على أكاديمية التغيير قلقهم من الدعوة السعودية الرسمية لكونفدرالية خليجية، إذ يشكل هذا التحول الاستراتيجي الخليجي عقبة كأداء أمام الثغرات الاجتماعية والسياسية التي صنفوها كأدوات لإحداث التغيير في الخليج. وأنا مثل ما قلت لك أنا أقول إن إذا الله أعطانا عمر من 10 سنة أشك بشكل كبير أنك تشوف البصرة السعودية. أكاديمية التغيير تستهدف بشكل رئيسي السعودية، أما بقية دول مجلس التعاون فهي ضمن نطاق الاستهداف الثانوي إن صح التعبير. في زيارتنا الثانية لأكاديمية التغيير بعد عملية التدريب الأولى اللي تمت في يناير 2012 اكتشفنا وجود مجموعة شباب، وكانوا تحديدا بنات، يعني بنات سعوديات كانوا موجودين داخل الأكاديمية يتدربون على استراتيجيات اللا عنف وتكتيكات اللا عنف في الأكاديمية في فيينا. سيكون دورنا فعال ضد المملكة العربية السعودية ويضعف دور المملكة العربية السعودية. أنت هم ما عندهم مشكلة بالرقم أن تكونون 5-6-7، إحنا نقدر نسويكم 5,000، نسويكم 20,000، نقدر نسويكم 5,000,000. هذه ما في إشكالية، هذا إعلام، هاي تعلمناه في التكتيكات لدرجة أن حتى التصوير علمونا كيف نعمل تمثيلية. في حربها الصامتة المعلنة تقف الدوحة خلف مراكز دراسات وأبحاث واستشارات، ويساندها الإعلام المتورط بدعم المشروع والترويج لأفكاره. أكاديمية التغيير لها أضلاع كثيرة، بما فيها قناة الجزيرة. هناك الكثير من الأهداف الخفية التي تحاول أن تحققها هذه القناة، في المقدمة منها أن تختار الهدف اللي ينسجم مع الخلفية الأيديولوجية، مع الخلفية الفكرية، مع الخلفية السياسية. ولهذا في أحيان كثيرة نجد قناة الجزيرة تنتقل من موضوع كونها قناة إخبارية إلى كونها تعمل في إطار مفهوم العمل السياسي. وأنا في رأيي أن قناة الجزيرة هو الضلع الأساسي العربي لهذه الأكاديمية أو لترويج لهذا العلم. إحدى ثوابت السياسة الخارجية القطرية إحداث التغيير، وإحدى ثوابت السياسة الخارجية القطرية الظهور كقوة إقليمية وصولا إلى قوة كبرى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، علشان تكون قوة إقليمية كبرى أو قوة إقليمية نافذة في المنطقة، فيجب أن تكون لديها مجموعة من الأدوات اللي ممكن تبتز فيها الأنظمة السياسية، الأدوات اللي ممكن تساهم فيها في تغيير الأنظمة السياسية في دولنا. تغيير المفاهيم أكثر ما تلعب فيه قناة الجزيرة. ارجع بتشوف كثير من المتناقضات، بتظن أنه هذا لين يناقضون نفسهم. لا سلامتك، ما يناقضون نفسهم، هذا لين قاعدين يديرون عملية مدروسة تم وضع من خلال الثينك تانك. غير هذا المفهوم، مقاطعة عملها حصار، وخلوا جميع المحاورين على الأوجه الإعلامية بتغيير مسارهم من السيطرة في موضوع قطر أصلا والتكلم والتحدث في موضوع قطر إلى موضوع تحدث في حصار أو مقاطعة. تجربة مصر مع الأحداث في 2011 كان للجزيرة دور واضح في تحريك الأحداث، والدليل أنه الكاميرات الجزيرة لم تغادر ساحة الميدان، ساحة التحرير، ولا للحظة واحدة، وإنما كانت موجودة فاعلة ومؤثرة في الأزمة. حتى أنه أغلب الشعارات اللي كانت تجدها في الشارع تجدها في الجزيرة. نذكر الحادثة اللي كانت بمثابة الصدمة، ألا وهي اللي تمثلت في اتصال مستشار أمير قطر حمد بن خليفة العطية بالإرهابي حسن سلطان، وتأكيد المستشار القطري بأنه ليس لديه مانع من نشر الدم على القناة، ومبادرته بأنه يستطيع التواصل مع قناة الجزيرة لتسهيل هذا العمل.
وإعلان حالة الطوارئ، إحنا نتوقع سيل من الدماء. إحنا ما عندنا مانع نطلعها حتى في الجزيرة الحين. وظفت دولة قطر ومن ورائها أكاديمية التغيير المفاهيم الحقوقية، وتسترت وراء المنظمات الدولية المشبوهة، وقامت بأدوار ضاغطة على النظم السياسية تمهيداً لرفع الحصانة الدولية عنها عندما تحين ساعة الصفر. قطر تمتلك شبكة علاقات معقدة من حيث المصالح ومن حيث العلاقات مع مجموعة من المنظمات الدولية، بعضها منظمات حقوقية، بعضها منظمات سياسية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من مراكز الأبحاث. ممكن لاحظ أن مراكز أبحاث غربية، واليوم نشوف أن في عدد كبير منها فتح لها فروع في الدوحة، وما زال يحظى بدعم الدوحة. طبعا المال القطري أثر على مهنية وحيادية المنظمات الحقوقية، وإحنا نقولها بكل أمانة. حسب إحصائيات 2015 قمنا بإحصاء التقارير التي صدرت بحق البحرين من منظمات دولية، وهي منظمتين. كان نصيب البحرين 102 تقرير، في حين نصيب فلسطين 60، ولبنان 25، وسوريا 80، وإيران 41، والعراق 45. وهني يبرز السؤال الأهم، أين المهنية والحيادية في هذا العمل؟ التعامل مع موضوع حقوق الإنسان يعني تحت هذا المبرر تحاول أن تستدر العواطف، يعني عواطف المجتمع الإنساني. وبعد كل ذلك استحقت هذه الأكاديمية بكل جدارة أن تكون أكاديمية للتدمير.